السلام عليكم، مرحبا بكم جميعا في قناة عالم النحل أبي. تحية لكم من الجزائر، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن أصدقائي الكرام، تشاهدون في هذا أو في هذه الخلية هي طرد طبيعي، قمنا بوضعها في هذا الصندوق، لكن بعد مرور ممكن 10 أيام الفحص الأول وجدنا الملكة، لكن هذه المرة لم نجد الملكة، وقد لاحظنا عدم وجود الملكة أو غيابها بسبب البيوت الملكية. يعني الخلية تتهيأ الآن للتكذيب، وسنرى مع بعضنا البعض بعض العلامات التي أصبح النحل يقوم بها، أو العلامات التي تكون واضحة في الإطار. ومن خلال هذه الملاحظة والعلامة يبدأ النحل بالتكذيب. إذن سنرى مع بعضنا البعض هذه البيوت التي بناها النحل في هذا الإطار. سنرى مع بعضنا البعض هذا إطار ممطوط جديد، احنا وضعنا إطارات ممطوطة وبناها النحل. عندما تشاهد بناء النحل تقول أن الخلية سليمة، وهي عكس هذا. إذن سنرفع مع بعضنا البعض ونرى الإطار. هذا الإطار عسل، شاهدوا إطار عسل. انظروا أين بنى النحل بيوت ملكية. بيوت ملكية لا تبنى في إطارات العسل، بل في إطارات البيض واليرقات. وعندما تبدأ الخلية بالتكذيب يقوم النحل ببناء البيوت فارغة فوق العيون السداسية للعسل. انظروا شاهدوا، يعني فوق حبوب اللقاح بيوت ملكية. شاهدوا النحل هنا لا يبني فوق العسل، وإنما يبني فوق حبوب اللقاح. شاهدوا انظروا، هاي حبوب اللقاح، يعني هو يعرف أن العسل لا يمكن أن يبني البيوت فوق العسل، لأن سلوك النحل يبني دائما على اليرقات والبيض. فهذه دلالة على أن الخلية تبدأ بالتكذيب أو تتهيأ للتكذيب. التكذيب معناه أمهات كاذبة، هي أمهات عديدة وإنما كاذبة وليست بملكات. هنا النحال يجب أن يتدخل، يقوم بنزع هذه البيوت كلها حتى لا يترك مجال للنحل لكي يعيد مرة أخرى بناء هذه البيوت. هاي هنا البيوت، هنا سأقوم بتخريب كل هذه البيوت التي هي تبنى على حبوب اللقاح. ثم الحل أن يجب على الأقل تخريب معظم البيوت. هاي البيوت، يعني يخرب النحال 80% و 90% من البيوت. هاي لماذا يخرب بيوت؟ حتى يجبر النحل على بناء بيوت أخرى في إطار سليم به يرقات وحضنة. كاميراسيون يخرب البيوت. هنا بيت، هنا من هذه الجهة خربنا تقريبا كل البيوت. سنرى هنا هاو بيت، سندخل حتى تظهر البيوت. إذن الآن يعني خربنا معظم البيوت. سنقوم بوضع إطار العسل هذا بالجانب حتى نبعد قليلا النحل الذي يهيئ للتكذيب. هذا إطار مبني سنضعه هنا، لكن وهذا كذلك. إذن بهذا الشكل، ونضع الحضنة في الوسط. هاو إطار بيض وحضنة، أو أمامكم هذا إطار بيض وحضنة، عامل يرقات في الوسط. هاي اليرقات،
أو الجزء اللي فيه اليرقات يرقات صغيرة، وكذلك بيض. نضع الإطار هنا في الوسط لكي يعتني به النحل جيدا ويقوم بتوفير الحرارة المناسبة لهذا الإطار، ثم نغلق على الخلية. يتم الغلق على الخلية. هنا الخلية عندها العسل، لا نعطيها التغذية حتى لا نزيد من نسبة التكذيب. إذن هذا الإطار حضنة مفتوحة وبيض، سيلجأ مباشرة النحل إلى بناء بيوت ملكية في هذا الإطار. لماذا؟ لأن قربنا له البيوت الملكية الموجودة في إطار العسل، وقمنا بإجبار النحل على البناء في هذا الإطار السليم. إذن هنا يعني قبل ما تكذب الخلية قمنا بوضع الحل المناسب للحد من عملية تكذيب خلايا النحل. إذن دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الاشتراك معنا في القناة.